النفط العراقي إلى الأردن بأسعار تفضيلية، عملية تثير الجدل بين آونة وأخرى مع تعاقب الحكومات المختلفة. هذه المرة أثيرت قضية وقف تصدير النفط العراقي إلى الأردن بشكل تفضيلي بعد صدور بيان أردني كويتي مشترك بشأن تنظيم الملاحة والحدود بين العراق والكويت عقب زيارة أمير الكويت إلى عاهل الأردن، ما أثار ردود فعل برلمانية بالضد من التأييد الأردني للكويت على حساب العراق على حد وصفهم. يكون بيع النفط على الأرض العراقية المرحلة الأولى تصل إلى حديثة، ممكن في حديثة تنشأ محطات نفطية لأنه بيع النفط إلى الأردن أو سوريا أو ما، أما أنه نذهب باتجاهنا وبيع النفط بأسعار مدعومة إلى الأردن، فبالتالي أعتقد هذا الأمر قدمنا رفض به، وإن شاء الله تعالى إحنا متابعين مع وزارة النفط هذه الإجراءات. مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لحكومة السودان أكد أن قضية تقديم المساعدات للمملكة الأردنية تعود إلى الاتفاقية المبرمة مع النظام السابق عام 1980، ومع التحديثات التي أجريت على الاتفاقية تم خلالها تحديث السعر التفضيلي كذلك حتى بلوغه 22 دولارا عام 2019. في المقابل يمنح الأردن خصومات جمركية على البضائع الواردة من ميناء العقبة للعراق بنسبة 75% من رسوم المداولة، فضلا عن تزويد المملكة للعراق بالطاقة الكهربائية ب 1650 ميجاوات. خبراء الاقتصاد دعوا الحكومة للمحافظة على ثروات البلاد دون منح أفضليات لجهة دون أخرى. هذه تعد من المساعدات للدول الشقيقة اللي التزم بها العراق، بالوقت اللي اكو هناك دول اخرى شقيقه للاردن ومجاوره للاردن اقتصادها اقوى وليست لديها مديونيه كبيره لباقي الدول وعملتها مقابل الدولار رصينه جدا، الا انها لا تقوم بعمل مماثل للعراق وتساعد الاردن في النفط. الموقف الرسمي الاردني لم يتم الكشف عنه تجاه الجدل الدائر في الساحه السياسيه العراقيه، إلا أن الحر عراق التقت بوزير دولة سابق في المملكة الأردنية وأشار إلى أن العلاقة النفطية بين العراق والأردن اقتصادية بحتة مكنت الأخير من تصدير نفطه عبر ميناء العقبة، محملا الأحزاب السياسية والفصائل المسلحة مسؤولية إثارة السجال بين حين وآخر حول هذا الموضوع. تعامل الأردن العراقي فيما يتعلق بموضوع النفط تعامل قديم، والعراق تزود الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية، وهذا طبعا مقدر ومثمن من قبل الحكومة العراقية والشعب العراقي، لكن هذه الأصوات التي ترتفع بين الحين والآخر بحسب السياسات في المنطقة وبحسب التوجهات الإيرانية أعتقد بأنه آن الأوان أن تنتهي. في عام 2013 وقع العراق اتفاقا مع الأردن لمد إنبوب لنقل النفط بطول 1700 كيلومتر يمتد من حقول البصرة إلى مرافق العقبة وبكلفة 18 مليار دولار وبسعة مليون برميل نفط يوميا بهدف زيادة الصادرات النفطية، في وقت اعترض فيه نواب على هذا التعاون مع الأردن متهمين عمان بتسخير أجوائها لطائرات أمريكية استهدفت قادة الحشد ومواقعه. برلمانيون يطالبون بوقف تصدير النفط للأردن بأسعار تفضيلية، ومحامون يقاضون حكومة السودان لهدرها موارد العراق، لكن المحكمة الاتحادية العليا رفضت الدعوى بحجة المصالح الاقتصادية بين البلدين، والخاسر الأكبر فيها هو العراق بمبلغ يصل إلى 1.5 مليون دولار شهريا وفق المحامين الثمانية الذين تناولوا القضية. من بغداد سرمد القاص الحرة.